دكتور، يعني ما فائدة ميناء الفاو إذا لم يلتحق العراق بمبادرة الحزام والطريق؟ لا طبعا جنابك، هو يعني هو ميناء متعدد الاستخدامات، هو يعني مو شرط احنا نكون يعني جزء من خط هو يعني اكو فهم يعني لا، مو احنا مغاير بينهم. عندنا موانئ كافية يعني للعراق، يعني أم قصر، هاي الموانئ البقية، يعني هو اصلا يعني خلوا هذا الميناء او المشروع بدأ من اجل انه يلتحق العراق بمبادرة الحزام والطريق، هذا كان الهدف. لا جنابك، هذا الحديث هو يعني هو بدأ لدينا يعني منذ منتصف، خلينا نقول تفضل. التسعينات ومنتصف الثمانينات، شيء من هذا القبيل. لكن فكرة إنشاء ميناء كبير يعني يربط الشرق الأوسط بأوروبا، الحقيقة هذا الموضوع هو يمتد إلى يعني مراحل الحرب العالمية الأولى بصراحة، يعني منذ تأسيس الدولة الحديثة. بالتأكيد طبعا احنا لدينا يعني خلينا نقول موانئ، لكن مشكلة الموانئ الداخلية هي مشاكل متراكمة. النقطة الأولى أنه المدخل للعراق هو عنده مدخلين، اللي هي القناة الملاحية والقناة البحرية. القناة الملاحية اللي هي من جهة شط العرب يعني تعاني مسألة التراكمات ومسألة أنها يعني خلينا نقول الأعماق مالتها ما جاي تسعفنا. زائد إذا تلاحظ أنه النزاع الدولي بيننا وبين إيران أدى إلى أنه عملية تعميق القناة يعني شبه معطل بصراحة. وبالتالي إذا تلاحظ الموانئ التي هي على صدر هذه القناة وتحديدا ميناء المعقل وميناء أبو فلوس يعني شبه ملغي بصراحة وغير ذات جدوى. يعني يمكن ميناء حاليا عندنا أبو فلوس ولا يستطيع أن يستقبل أكثر من يعني حاملات أكثر لا تتجاوز 20 إلى 30 طن، وهو لا شيء بصراحة، يعني أوزان قليلة جدا. وإذا تلاحظ يعني حتى القناة هي نفسها يعني تعاني التضيق بالإضافة إلى الأعماق التي شبه ألغيت حاليا بهاي اللحظة اللي نحكي بها. أكو مناطق بها بالذات هي مدخل القناة لا يتجاوز 6 متر، وتصور الحالة يعني على انه القناه الثانيه اللي هي القناه البحريه اللي هي تمتد من القصر، هذه من يعني لحد هذه اللحظه نعم معتمدين عليها، لكن النزاع الاخير مع يعني مع الكويت على خور عبد الله يعني جاي سبب لنا مشاكل في عمليه الدخول والخروج. هسه حضرتك يعني تسالني انه ربما هي قناه غير سالكه سابقا، حاليا هي عمقت وازالوا من عندها ما يسمى بالغوارق البحريه. وميناء القصر وميناء خور الزبير هو يشتغل يعني بصراحه بشكل جيد، لكن المشكله انه عمليه التنقل الناقلات الكبيرة لا يزال يعني هو معاق، لأن هي العمق مالتها الحقيقة يتراوح بين 9 متر إلى 21 متر، وربما لدينا خلينا نقول ناقلات أكثر عمقا يعني تحتاج يعني أعمق، خصوصا اللي هي تتجاوز 2000 طن أو شيء من هذا القبيل ما تستطيع، وبالذات ناقلات الحبوب. المشكلة الثانية أنه يعني هذه كلها يعني قد تتبخر وتذهب لو كان لدينا ميناء يقع على صدر الخليج، والحقيقة العراق هو نهاية الخليج. وبالتالي أعتقد أنه عملية اختياره كدولة مباشرة للربط مع تركيا ومن ثم خلينا نقول شرقا او غربا هو لا ليس حصرا فقط بالقناه يعني بيسمونه بخط الحرير الحزام والطريق، يعني هو ميناء متعدد المواهب. بالتاكيد جنابك، يعني هو اذا احنا استطعنا ربطه بما يسمى بالحزام والطريق راح يكون هذا انجاز عظيم، يعني هذا مؤكد، هذا لا يقبل الشك. الحقيقه لحد هذه اللحظه اللي نحكي بها هو ميناء الفاو جاي يعاني تلكؤ فعلا، لكن يعني انا من حديث طيب السيد الضيف دكتور اسمح لي بهذا السؤال، انت مع القناة الجافة؟ القناة الجافة إلزامية، هي ليست خيارية حضرتك، يعني أنا معها، أنا لست معها أو ضدها. كلمة القناة الجافة لمن لا يعلم شنو بالضبط، إحنا من إجينا نصمم يعني ميناء الفاو. بالمناسبة ميناء الفاو هو طموح يعتبر ترى من منتصف السبعينات، يعني من زمن الرئيس أحمد حسين البكر كانت لدينا هذه الفكرة، تبخرت عندما كانت الحرب يعني على أشدها في الثمانينات ومن ثم عززت بالتسعينات فغاب هذا الحديث، لكن عاد بعد أن عاد العراق للوضع الدولي. هسه حاليا هي شنو هو بالضبط، احنا شنو هي كلمه القناه الجافه وما هي الموانئ؟ انه تربط بميناء بورت يعني رئيسي يعني هب، ومن ثم قنوات جافه طويله الى تركيا شمالا، ومن ضمن هذه القناه الجافه الحقيقه يعني يتفرع الطريق الى طريقين. هي فائدة طريق العراق، فائدة العراق من هذه القناة الجافة. طرق تجاريه، هي بالنهايه طرق تجاريه ذات حمولات هائله، من الممكن انه يعني يتحول الى طرق يعني خلينا نقول هي ليست فقط الاستخدام التجاري بري سياحي، يعني هذه طرق كثيره، يعني يعني هي بالنهايه مو طرق تحول. تنمية دكتور، لا لا مجرد حضرتك، هي مو هاي تنميه، المشكلة هذه طرق دكتور، هي بري. هاي المشكلة. بس اسمح لي خليكم الفكرة أستاذ حسين، وإلك المداخلة بعد، تفضل دكتور.
تفضل تخدم دكتور. التجارة العالمية. يعني أنت لازم تعرف أمر مهم جدا، العراق حتى لو لم يستفيد منها في وضعه الداخلي راح يستفيد منها بما يسمى مصطلح النقل العابر. شنو هو النقل العابر؟ النقل العابر أنه أنت تنقل بضائع تأخذ عليها أجور نتيجة نقلها عن طريق أراضيك. يعني على كل، خلينا نقول على كل 100 طن يجيك خلينا نقول 20 إلى 30 دولار، هذه كلها تضاف إليك يعني. وهذه طبعا تعمر بها طرق، مباني، تنمية، هذه يعني هي هاي طبيعة التجارة، انه تربط كل شيء في شيء.